السلام عليكم متابعينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أرحب بكم في كورس تعلم برنامج الفوتوشوب. سنحاول في هذا الكورس شرح برنامج الفوتوشوب بشكل موسع وبسيط، أتمنى لكم كل الفائدة. في البداية سنتعرف على شريط القوائم الموجود في أعلى برنامج الفوتوشوب. بالتأكيد سنقوم بشرح هذا الشريط من خلال الدروس القادمة بشكل مفصل. في البداية سأختار القائمة فايل والأمر Open لفتح ملف صورة موجودة لدي على جهاز الكمبيوتر. لاحظوا تغير شاشة العمل بعد فتح الصورة، ظهر لدي شريط الأدوات وتحت شريط القوائم ظهر لدي شريط الأداة. كل أداة من الأدوات لديها خصائص خاصة بها، لاحظوا كلما بدلت الأداة يتغير شكل شريط الأدوات. لنعود الآن إلى القائمة فايل ولنختار الأمر نيو لإنشاء ملف صورة جديد. علي الانتباه هنا إلى واحدة قياس الصورة بيكسل إنش سنتيمتر بحسب قياسات الصورة التي أريد تصميمها. الويتس هو عرض الصورة، الهاي هو ارتفاع الصورة، والريزوليوشن هو دقة الصورة. الصورة في الفوتوشوب تتكون من بيكسلات، هذه البيكسلات تشكل ريزوليوشن، كلما ازداد عدد البيكسلات تزداد دقة الصورة ولكن يزداد أيضا حجم ملف الصورة. لنفهم الموضوع بشكل أبسط سنعود إلى هذه الصورة الموجودة لدي هنا، وعن طريق الاختصار Ctrl Plus سأقوم بالتقريب بشكل كبير. عند تقريب أي صورة في الفوتوشوب بشكل كبير ستتحول إلى مربعات، هذه المربعات كل منها يحمل لون واحد فقط وتسمى بيكسلات. هذه المربعات بمجموعها تشكل لي الصورة، كلما ازداد عدد هذه المربعات أو عدد هذه البكسلات تزداد دقة الصورة ويزداد حجم ملف الصورة، وكلما نقصت تنقص دقة الصورة وينقص حجم ملف الصورة. لنعود إلى إنشاء ملف جديد، وعلينا هنا أن نتعرف على الريزوليوشن المفضل للتصميم. عندما أقوم بالتصميم للإنترنت بإمكاني ترك الريزوليوشن 72، عند التصميم للطباعة يجب رفع الريزوليوشن إلى 120، وعند تصميم الطباعة بدقة عالية مثل البيزنس كارد يحتاج إلى دقة عالية بالتصميم سأضع الدقة 300. لاحظوا هنا وجود بيكسل على إنش، أي ما هو عدد البيكسلات الموجودة في الإنش الواحد، أو بيكسل على سنتيمتر أي ما عدد البكسلات الموجودة في السنتيمتر الواحد. لنتعرف الآن على أنماط الألوان في برنامج الفوتوشوب. يحتوي برنامج الفوتوشوب على مجموعة من أنماط الألوان، كل نمط يدعم مجموعة من الألوان المحددة. مثلا البيت ماب يدعم الألوان الأبيض والأسود فقط، الجرايسكيل يدعم الألوان أو ما يسمى بتدرج الرمادي أي الألوان الممتدة من اللون الأبيض إلى اللون الأسود. الRGB يدعم جميع الألوان عن طريق خلط ثلاث ألوان ببعضها، هي الريد جرين بلو، للحصول على جميع الألوان. أما CMYK الذي هو عبارة عن ألوان الطباعة يدعم جميع الألوان من خلال خلط أربع ألوان نشاهدها بداخل أي طابعة موجودة لدينا، طبعا الطابعات الملونة تحتوي على أربعة محابر أو أربعة ألوان، هما سيان، ماجنتا، يلو، بلاك، ويجب علي عند تصميم صورة للطباعة تحويلها إلى هذا النمط لأشاهدها كيف ستكون أثناء الطباعة. اللاب كالور هو يستخدم للشاشات العملاقة وتسمى الألوان الحقيقية، وهي عبارة عن ألوان مدموجة من فضاء الألوان. لنعود الآن إلى الصورة الموجودة لدي هنا، ومن القائمة Image سوف أختار Mood للتبديل بين أنماط الألوان المختلفة. سأبدل في البداية من RGB نمط الصورة الأساسي إلى CMYK والذي هو نمط ألوان الطباعة. ربما لا يظهر أو لا تظهر تغيرات على جميع الصور عند تحويلها إلى نمط الطباعة، ولكن لابد من التحويل إلى نمط الطباعة لكي نشاهد الصورة كيف ستظهر على الطباعة، لأن بعض الألوان قد تختلف بشكل كبير أثناء الطباعة. لنعود الآن إلى القائمة مود ولنختار Grayscale. لاحظوا ليس بإمكاني الانتقال إلى البيت ماب بشكل مباشر، يجب علي الانتقال إلى تدرج الرمادي في البداية قبل الانتقال إلى البيت ماب. لاحظوا كيف تتحول الصورة إلى تدرج الرمادي.
لنعود إلى القائمة مود ولنختار بيتماب. لاحظوا كيف تتحول الصورة إلى الألوان الأبيض والأسود فقط. لنتعرف أكثر على دمج الألوان في نمط الـ RGB سوف أقوم باختيار فايل ثم الأمر نيو ولنختار نمط RGB وسأقوم بعمل كرييت. نلاحظ وجود ما يسمى لوح الألوان هنا. المربع الموجود في الأعلى هو مربع الأداة، واللون الذي أضعه هنا أو أختاره هنا سيظهر على الأدوات الموجودة في برنامج الفوتوشوب. أما المربع الخلفي فهو لون الخلفية في الصورة. لنضغط على المربع الأمامي ونشاهد هنا الـ RGB، نسب خلط هذه الألوان الثلاثة. بإمكاني تبديل نسب الخلط فيتغير اللون بشكل مباشر كما تشاهدون، أو بإمكاني اختيار اللون من هنا وهو سيقوم بعمل نسب الخلط المختلفة. كما نشاهد أيضا هنا CMYK أنماط الطباعة. كذلك الأمر عندما أغير قيمة CMYK يتغير اللون الموجود لدي. سنكتفي في هذا الدرس بهذا القدر. أتمنى لكم كل الفائدة. تابعونا في الدروس القادمة. كان معكم ياسر درعوزي. شكرا لكم.